إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، قناة الشعف، البث المباشر هنا مباشرة على مستوى ملاعب الملاليين الثلاث اللي كاينة هنا متابعينا الكرام على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين مدينة تطوان ومدينة المضيق. شوفوا هذا المشهد الغريب والعجيب متابعينا الكرام، مباشرة أنك يعني كتبغي تدخل لهذه الملاعب الثلاث، الملاعب ديال اليد ديال الملاليين اللي تابعة المدرسة المغرب التطواني متابعينا الكرام. فالزائر أو أي واحد جا لهاد الملاعب كيتفاجأ بهاد الرايات الخاصة بركنية الملاعب الثلاثة متابعينا الكرام. يعني مشهد غريب جدا، والغرابة تكمن متابعينا الكرام أن هاد الملعب اللي هو أمامنا متابعينا الكرام فما كيتوفر حتى على شي راية ديال الخاصة بالركنية أو ضربة الزاوية متابعينا الكرام. وشوفوا متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب، يعني هاد الرايات اللي هما مفروضين أنهم يكونوا يعني في الملاعب الثلاث ديال الملاليين، كيفاش أنهم سايبين في الشارع؟ ما عرفش متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب من قام بهذا العمل من خلال تضييع يعني الميزانية المخصصة للملعب. وبطبيعة الحال ملي كنهضروا على هاد الرايات ديال الركنيات فهو من الاساسيات ومفروض انهم خصهم يكونوا متابعينا الكرام في الملاعب الثلاث. بالنسبه لي انا هذا الملعب اللي كيتوجد امامي فهو متابعينا الكرام ما فيش الرايات الخاصه بضربات الركنيه، واللي كنشوفوها متابعينا الكرام تحولت الى مدخل ديال يعني موقف ديال السيارات. بالنسبه كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام الملاعب حتى شي واحد ما كيتوفر على الرايه ديال الركنيه. هذا الملعب ديال القرب كيف كتشاهدوا معنا حتى شي ملعب يعني ما فيه حتى شي رايه خاصه بالركنيه كيف كتشاهدوا معنا من خلال هاد الصور متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في قناه الشعب. في حين كنوجدوا هاد الرايات ديال الركنيه كيف الشارع العام، يعني ما عرفتش واش تشوير بانه كاين باركي لحدود الان انا باقي ما فهمتش متابعينا الكرام التفسير عدم وجود هاد الركنيات داخل الملعب المخصص لكرة القدم، في حين كنوجدوهم في الشارع ولا كنوجدوهم في مدخل متابعينا الكرام المرأب او موقف السيارات في حين غياب هاد الرايات ديال الركنية عن الملعب كيف كتشاهدوا معنا من خلال هاد الصور. ها هو الملعب ما كاينش فيه الرايات ديال الركنيات كيف كتشاهدوا معنا من خلال هاد الصور متابعينا الكرام، علما بانني سبق لمتابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب انني هضرت مع مسؤول داخل فريق المغرب التطواني من اللجنة، قلت له بانه كاين رايات خاصه بالركنيات وهضرت معه ولكن لم يعر اي اهتمام هذا المسؤول داخل فريق المغرب التطواني. واليوم انا جيت تغطيه خاصه المباريات الخاصه ب اعتقد لبؤات تطوان ضد المغرب التطواني الخاصه بالكره النسويه، كنتفاجئ بهذه الرايات وكان يعني الخير شط على زعير متابعينا الكرام كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور. يعني كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في قناه الشعب، يعني الرايات كيفاش هما مسيبين هنا في الشارع العام، يعني كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذا الصور. ما عرفتش انايا شكون دارهم هنايا شنو الغرض منهم، علما بان الملاعب متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في قناه الشعب عندك الحق الرد. انا غادي نسالي المباشر وديك الساعه غادي نصور معك واعطيني استفسار. إذا كيف ما قلنا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب كيف كتشاهدوا معنا من خلال هاد الصور، يعني للأسف الشديد فعوض أنهم يكونوا هاد الرايات داخل الملاعب كنتواجدوا بهم كنوجدوهم في الشارع ما عرفناش حتى الهدف منهم شنو الهدف منهم متابعينا الكرام. كاين واحد طبيعة الحارس ديال السيارات باغي يوضح، أنا غادي نسالي المباشر وغادي بطبيعة الحال غادي نحاصرو بالأسئلة لأن كيقول هادو ما ديالو ما عرفش أنا مين يعني حارس ديال الموقف ديال السيارات مين جاب هاد الرايات متابعينا الكرام اليوم خصهم يكونوا في الملاعب، ما عرفناش حتى شنو الغرض منهم انهم يكونوا هنا على مستوى مدخل ملاعب الملاليين كيف كتشاهدوا معنا من خلال هاد الصور متابعينا الكرام. نتمنوا متابعي قناه شوف تي في قناه الشعب ان الرساله توصل للمسؤولين هنا على مدرسه المغرب التطواني لانه لا يسمح بتاتا بانه تكون يعني مستلزمات ديال الملاعب انها تكون مرميه في هذا الشارع بهذه الطريقة البشعة متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب. فإذا كانوا هذه الرايات هذوما يعني شاط عليهم الخير فيعطيهم، كاين الملاعب ديال القرب
كاين انديه اللي هي في حاجه ماسه لمثل هذا الرايات متابعينا الكرام، ولكن انهم يتلقوا في هذا الشارع بهذه الطريقه فهذا امر غير مقبول بتاتا. اذا متابعينا الكرام نتمنوا ان الرساله توصل للجنه ديال فريق المغرب التطواني اللي كتسهر الان على تسيير فريق المغرب التطواني، لان سبق لنا اننا انا تكلمت شخصيا مع احد اعضاء هذه اللجنه ولكن لا اذن صاغيه حتى كنتفاجئ بهم مره اخرى. متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي قناه الشعب ان حتى شي واحد فيهم ما تدخلت منه ان شاء الله. المتابعين الكرام ما بقى لنا الا ان نودعكم والى بث اخر، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله.